من الحروب المبرمجة للمستقبل القريب. كل هذا يضعنا في تونس في وضع بالغ الصعوبة. نحن نواجه مشاكل عدة، لكن إلى حد الآن المسلمات مثل الماء والهواء اليوم ستصبح من غير المسلمة. كل هذه التحديات الجيوستراتيجية التي الآن بصدد تمس الحياة العظم، وصلت العظم. وقت وصلت العظم مش فقط يعني بكلام. منذ يومين كنت في عند راهم بضعة أيام راحة، وتجولت في الأرياف وتحدثت مع المواطنين، منهم من يقضون ساعات وساعات في البحث عن الماء، استل البلاستيك. هذا في منطقة مثل منطقة عند راهم مياه تتضابط يوم في يوم، فما بالك في منطقة مثل التي أتيت منها ودوز، والتي يتشكى منها الناس من نسبة الملوحة في المياه. وهذه نسبة الملوحة في المياه تجعل من تلك المناطق يعني مناطق الجنوب من أكثر المناطق تعرضا إلى أمراض الضغط وإلى الإصابة بالجلطة في أعمار غير مسبوق. كل هذا يدل على أن الماء أصبح قضية جيوستراتيجية، قضية اقتصادية، قضية سياسية، قضية صحية.